هلا شلونكم؟ نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج خوش حكي. سؤال اليوم بسؤال فهنا مهم إلي وللشباب العراقي. السؤال يقول بعد كل هاي الأوضاع شلون راح نشوف المستقبل؟ خير إن شاء الله المستقبل. بوجود هاي الشباب، دماء الشهداء، الأبطال اللي ضحوا، خير جاي إن شاء الله. بعد كل هاي الأوضاع شلون نشوف المستقبل؟ والله بتشارك أشوفه. والله الله يخبل. إيش جميل هاي؟ إي والله. متعوب عليه وذاك. ساعتين من الحلاق. إذا تمشطين. ساعتين من الحلاق. آخر شيء جاب غريدر وقفت. مشطين إحنا. إن شاء الله المستقبل واعد وللشباب إن شاء الله. هلا ومية هلا. إحنا قبل كل شيء إحنا ما يجمعنا بس شيء واحد، بس العراق، وإن شاء الله نشوف العراق أفضل بتكاتفنا إحنا. صرنا أيد بأيد، يعني حتى كانوا يحجون هذا من يوم حافظ هذا، هسه حتى اللي يحجون عليه من يوم حافظ هذا، من يوم حافظ إحنا تكاتفنا وصرنا أيد بأيد. يعني تعبنا وانطينا شهداء وضحينا بكل شيء، وما مجبور أنا جاي هنا، أنا مو هذا شغله، شغل طباخين، بس أنا انجبرت لأن أخواننا جوعانين جاي سوي لك الفن. إن شاء الله الأفضل، يعني إن شاء الله نحقق مطالبنا، مو أقول لك كلين بس على الأقل يعني 90% من عندنا. إحنا نأمل إنه نشوف مستقبل مثل ما نريده إحنا كشباب واعي ومثقف، نريد يعني مستقبل مثل إحنا اللي راح نبنيه، إحنا مستقبلنا. إحنا نريد يصير بلدنا بخير إن شاء الله، ونريد مدارس ومستشفيات ويعمل أمان علينا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب ويحفظك. تشريب تريد؟ شلون؟ شلون الصحة؟ حب العراق؟ واي وهمي حبه. هاي وصلت وياكم لختام جولتنا من سوالف أهلنا، وشفتوا آراء الناس، كانت آراء كلش مختلفة. نرحب ب 2020 وإن شاء الله رب تكون سنة خير على كل العراقيين. الله يحفظنا إن شاء الله ويحفظ كل العراقيين.